من؟ وهل يعرض قبل أن يتداول في التعليم، هل يعرض هذا الكتاب على إدارة الجامعة للاطلاع على صحواه؟ هو الأصل في أن الأستاذ مسؤول عن كتابه ومسؤول عن المقرر اللي بيدرسه، لكن حين يكون هناك تجاوز وتغيير لحقائق الجغرافيا وحقائق التاريخ وحقائق الواقع، حتى لو بنتكلم عن الواقع على الأرض، ففي شيء اسمه الدولة الفلسطينية. نسمع أمس أسبانيا وفرنسا بيحاولوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي كلام عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. الدولة الفلسطينية موجودة على الأرض، هناك شعب، هناك أرض، رغم محاولات ابتداع الأرض إلا أن دي حقيقة. إنما الموضوع كله بيصير شيئين أساسيين، إن منهج التطبيع بدأ ينتشر في جامعاتنا للأسف، ومنهج التصهين، وده بتشجيع، إجابة على سؤال حضرتك، ده بتشجيع من وزارة التعليم العالي. هذا اتهام خطير يا دكتور. من المشروعات أنا مش بتهم، أنا بتكلم عن اللي حاصل في الواقع، هو ده الواقع الحقيقي. طب بس دكتور اذا بتسمح لي، يعني القضيه لم تخرج الى العلن الا بعد اثاره هذا الموضوع، يعني الكتاب كان موجود وكان يدرس وما زال ويدرس في اكثر من جامعه للاسف، لا زال يدرس ولا زال امتحن فيه الطلاب، واللي هيخالف ما جاء في الكتاب هيرسب. ده حقيقي شيء بيتعارض مع مبدا الاكاديميه ومع مبدا حريه الفكر وحرية الرأي. أسماء اللي فعلته شيء لا يستحق إنها تتحاسب أو تتجر للمحكمة، ده شيء غريب، لكن ده سلوك منهجي بيبين إن احنا بنحاول نفرض وجهة نظر معينة دلوقتي، بنجر الطلاب للمحاكم. ده تصهين قبل ما يكون تطبيع، لأن التطبيع أنا مش ضد التطبيع يوم ما يكون الحقوق مرادة لأصحابها، لأن التطبيع بيشبه استحقاق واجب نتيجة أن الحقوق استردت ورجعت إلى أصحابها. لكن بهذه الصورة فإحنا بنقدم خدمة تطبيع مجاني بدون أي مقابل وبدون أي استحقاق من الطرف الآخر. في نفس الوقت جامعات العالم كلها بتقاطع إسرائيل، أو عديد من الجامعات وعديد من الأكاديميين في العالم وعديد من الأحرار بيقاطعوا اللي بيحصل، فإحنا بنقدم خدمة مجانية وبنضعف قضيتنا. فده الشيء أنا بسميه تصهين مش تطبيع، وده اتجاه موجود وبادئ ينتشر في العديد من المشروعات الأكاديمية بالمشاركة بين جامعات مصر وجامعات إسرائيل، وبتتم في تكتم شديد، وأصبح عددها بيتزايد كل سنة، ممولة من الاتحاد الأوروبي. دي موضوع فيه انتهازية وأيضا فيه تصهين. الانتهازية أنه بيضمن مدام إسرائيل داخلة في المشروع فبالتالي انه هيحصل على التمويل. العالم مليان بجامعات ومليان باساتذه متميزين، اشمعنى اسرائيل؟ انا ما عنديش مانع اتعاون، بس يوم ما يكون في سلام حقيقي ويوم ما تسترد الحقوق. نعم. طيب دكتور، بعيد عن موضوع فلسطين واسرائيل وهذه الاستاذه، نحن عشان نتكلم بس بشكل واضح وشفاف اكثر، في مصر وزاره التربيه والتعليم كتب الطلاب والطالبات في المدارس دائما نشوف انه والله كتب هذه اصدرت تحت اشراف الاستاذ الفلان والاستاذه الفلانيه، وكان في هناك خلينا نقول لجنه اشراف على هذه الكتب. اما كتب الجامعات فهي تصدر من خلال كتابات الاساتذه نفسهم، ويقال لانه الدخل المادي جدا ضعيف، اذا كان الدكتور بياخذ 2000 جنيه مثلا الكتاب بيجيب 30,000 جنيه، ولذلك كل سنة يغير فقط صفحتين ليضطر الطلاب إلى شراء هذا الكتاب ويرجع بفائدة أو مردود مادي على هذا الأستاذ، وليس هناك أي إشراف طبعا. بدون شك ده واقع حاصل في الجامعات. الأستاذ في كل مكان في العالم هو مسؤول عن مادته، بس مدام حصل شكوى وشكوى خطيرة بهذا الشكل، فكان واجب الجامعة انها تتصدى. لكن الكتاب لا زال مستمر، والغريب ان الكتاب مستمر في اكثر من مكان. اما الواقع الحقيقي فبعضه في جامعات العالم الاستاذ ما بيدرسش كتابه، لكن للاسباب اللي انت ذكرتيها ده بيحصل عندنا في مصر، وده بيفرغ معنى الجامعه ومعنى التعليم من محتواه الاساسي. الكتاب اما بيكون مؤلف وكتاب عالمي بيشمل الحقائق وبيساعد الطالب على الإبداع وعلى التفكير وعلى النقد، وبيكون بيكون اختبر. لكن هنا زي ما بتقولي بيخرج من مكتب الأستاذ إلى الطلبة مباشرة. نعم. لكن الغريب أنا موافق إن كل أستاذ، دي حرية أكاديمية،
لكن الشيء الغريب ان في شكوى للجامعة والجامعة لم تتصرف في هذا الشيء حتى الآن، بينما لو اشتكى حد في شأن هذه الطالبة المعارضة هنلاقي الجامعة بكل الهمة والنشاط بتحاسب الطالبة. طيب أسماء اسمحي لي بهذا السؤال، وبتمنى ما تفهميني، بتمنى ما تفهميني غلط، نحن طبعا ما عم نقيم الخطوة اللي أنت قمتي فيها، هل بتشعري والبعض بيقول إنه اللي عم يدعموك عم بيتخبوا وراك لأنه هني أصلا كانوا بيعرفوا أنه هذا الكتاب موجود، وخصوصا الأساتذة في الجامعة والإدارة كانوا بيعرفوا أنه هذا الكتاب موجود ولم يحركوا ساكنين، ولكن أنت بعد ما اليوم أثرت هذا الموضوع عم يدعموك، ما سألتي نفسك ليش الأساتذة بالجامعة مثلا ما تحركوا قبل تحركك أنت؟ أستاذ الجامعة من حقه يتكلم عن الكتاب بتاعه، لكن أنا كطالب وقع علي الضرر انا اللي ممكن اتكلم عنه وانا احق الناس بيه لان انا اللي بدرسه، تمام؟ انا ما اقدرش ان انا اتهم اي حد غير كده، لكن في النهايه هم اساتذتي وانا بشكر موقفهم جنبي، وانا مش متخيله لما كانوا مش واقفين جنبي كان ايه اللي هيحصل. أسماء لكن بس انا مش متهم اي حد مبدئيا عن وجود فلسطين او عدم وجودها، صح؟ لا، وجود فلسطين طبعا، هم الطلب الاساتذه عندي في الجامعه بيدرسوها لي فلسطين ومتمسكين بيها. ليش متحركوني؟ ليش نطروكي؟ ليش نطروكي حتى انت تحركتي حتى يقفوا وراكي؟ ليش ما اني اخذوا المبادره؟ انا رحت وسالتهم هل في جدوى من مذكره اقدمها، هم قالوا لي اقدمي مذكره وامشي، وشجعوني جدا بصرف النظر عن الطلبه اللي خافت، وهم كان لهم دور كبير جدا، هما قالوا لا للدكتور او ما قالوش لا، انا ما اعرفش الموضوع ده، لكن في النهايه وقفتهم جنبي وقفه كويسه قوي، وهم ناس انا لما اتعاملت معاهم لقيتهم مقتنعين جدا بالهوا يلعب اي ارض فلسطين، وهم بيدرسوها لنا كده ووقفوا جنبي، منهم دكتور عاصم الدسوقي اداني شهاده تاريخيه بعدم جدوى الكتاب ده للتدريس في الجامعات المصريه، وهو استاذ تاريخ معاصر عندنا في الكليه واستاذي. طيب دكتور اسمح لي ان اقول لك السؤال لك، ليش ما تحركوا الدكاتره والاساتذه الموجودين بالجامعه لهذا الموضوع؟ لماذا نطروا تلميذه حتى تحركه؟ بمنتهى الصراحه في جامعاتنا او في مصر عموما السلبيه انتشرت، وزي ما بقول انا اتحركت لما عرفت من اسماء الموضوع، لان الموضوع فيه تزييف للتاريخ، فيه تزييف للواقع، فيه عدم احترام للشهداء اللي سقطوا على مدى سنين في هذا الموضوع، في تزييف للتاريخ، في اعتداء. ما استفزني أكثر أن الخريطة اللي موجودة في الكتاب تغولت على أراضي مصر وعلى الأردن وعلى السعودية وعلى سوريا وعلى لبنان، يبقى احنا اللي بنقول أن إسرائيل من النيل للفرات. المرة الجاية الخريطة بتاعت الكتاب والكتاب اللي بيدرس في مصر مش في إسرائيل هتبين أن حدود إسرائيل من النيل إلى الفرات. نعم، دي الخطوة الأولى. الغريب أن هذا الشيء لم يستفز إدارة الجامعة ولا إدارة الكلية ولا الأمن. الأمن متغول في جامعاتنا ودي حقيقة احنا كلنا عارفينها، بيسمع دبة الكبيرة والصغيرة، وأي شيء يتعلق بمعارضة أو بإخوان كنت هتشوف الموضوع يتكبر. صحيح. ويوصل إلى مداهب أخير، لكن كل هذه الأمور بتحكي إن في غض طرف، ما أقدرش أفسره غير كده. إيه بعد شكوى من الطلاب إن الكتاب مستمر والطلبة بيمتحنوا فيه؟ ده برضو أيضا بيحكي عندنا، لو تلاحظوا في الفترة الأخيرة في مصر تلاقي وزارة التعليم العالي والجامعات مشغولة بحرب على النقاب والمنقبات، فنقاب والمنقبات يستدعي الحرب، إنما كتاب كهذا لا يستدعي أي شيء لأنه لا يمس جانب سياسي أو جانب ديني أو جانب أمني يستدعي التحرك السريع لوقف الكتاب. نعم نعم، للأسف انتهى وقتنا. دكتور محمد شرف، أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة حلوان، وأستاذ زائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. أيضا نقول شكرا لأسماء إبراهيم محمد، طالبة بالفرقة الثالثة قسم تاريخ بكلية الأداب جامعة حلوان، ونحن بانتظار يعني صدور قرار المحكمة الخميس المقبل على ما أعتقد إن شاء الله. شكرا لكما. شكرا. من المضحك المبكي أن الأساتذة هذا كلهم بيتخبوا وراء ظهر طالبة. هذا هنا الجوهر لجين، ليش ننتظروا الطالبة حتى يعني تقدم القضية حتى يقفوا وراها ويدعموها ويحكوا ب يعني نظرية المؤامرة اللي دائما نحن العرب بنتخبى وراها؟ على كل حال اللي بنعلق عليها كل الأمور اللي بتصير. على كل حال موضوع رح ننتظره الخميس المقبل إصدار الحكم. المجتمعات بمعظمها تتجه نحو الحفاظ على مظهر خارجي يتسم بالنحف
سواء للمرأة والرجل. سؤال التصويت المطروح هذا الأسبوع هو كالتالي. كان الموضوع طبعا رئيسي يوم الأربعاء الفائت.